السلام عليكم. في هذا الفيديو سنريكم طريقة قياس حجم الشاشة بالنسبة للناس اللي بغي يتأكدوا من حجم الشاشة، سواء شراء تلفاز أو لهاتف أو لوحة إلكترونية، ويريد التأكد من حجم الشاشة أو حجم الشاشة غير معروف وأراد معرفة قياس حجم الشاشة. وحدة قياس الشاشات هي الإنش مربع بوصة بوس. الإنش الواحد يساوي 2.54 سنتيمتر. طريقة القياس تكون كالآتي: إما نقيس من أعلى اليمين إلى أسفل اليسار الجهة المعاكسة بهذه الطريقة، أو بالعكس من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين الجهة المعاكسة طبعا بهذه الطريقة بهذا الشكل. ثم بعد ذلك نقسم القياس الذي حصلنا عليه على الإنش مربع الذي قلنا يساوي 2.54 سنتي. كمثال شاشة التلفاز مقاسها 122 سنتي، سنقوم بقسمتها على الإنش المربع 2.54، وستعطينا حجم الشاشة التي تساوي 48 إنش، 48 بوصة بوس. مثال آخر شاشة هاتف، قمنا بقياسها فأعطتنا 12.7 سنتي. نقوم ب قسمتي على الإنش مربع فنحصل على حجم الشاشة الذي يساوي 5 بوصة. وهذا مثال لوحة إلكترونية تابلت قياسها 17.8 سنتي، نقوم بقسمتي على الإنش مربع الذي قلنا يساوي 2.54 سنتي، يعطينا حجم الشاشة وهو 7 إنش 7 بوصة. إذا أعجبك الفيديو اترك لنا تعليق ولا تبخل علينا بالنقر على زر الإعجاب والاشتراك في القناة. وأيضا ندعوك لمشاركة هذا الفيديو مع الآخرين عبر المواقع التواصل، قد يستفيد غيرك منه. شاهد أيضا هذه الفيديوهات من هنا، وطبعا زر الاشتراك، ولا تبخل علينا بالنقر على لايك للفيديو إعجاب. دمتم سالمين وأستودعكم الله.